أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لها طموحات عالمية في أن تكون من الأوائل عالميا في قطاعات الابتكار والاقتصاد والسياحة والطاقة وغيرها، وأن أكثر ما يهم قيادة دولة الإمارات هو أن نكون الأول في إسعاد شعب الإمارات. جاء ذلك خلال منح سموه ميدالية أوائل الإمارات ل43 شخصية إماراتية مما كان لهم السبق في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والعسكرية والرياضية وغيرها في دولة الإمارات، إضافة لمجموعة من أبناء الإمارات المنجزين في مجالات الابتكارات والاختراعات والمبادرات المتميزة. وجاء على رأس القائمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. حضر الحفل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وأصحاب السمو والمعالي الوزراء، فيما تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ميدالية أوائل الإمارات نيابة عن أم الإمارات. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة إن زايد وراشد هما أول الأوائل لأنهما صنعا دولة لا ترضى بغير المركز الأول، ولأنهما علما شعب الإمارات عشق المراكز الأولى. وأضاف سموه لو لم يكن لدى زايد وراشد عشق للمراكز الأولى لما وصلنا لما نحن عليه اليوم، ولما استطاعا أن ينطلقا من خيمتين في الصحراء لينجزا دولة عصرية عالمية متقدمة خلال عدة عقود فقط. زايد وراشد هما أصحاب الفضل وأصحاب السبق وأصحاب المدرسة الأولى، وهما أول الأوائل دائما. وأضاف سموه تعليقا على تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات إن الشيخة فاطمة استطاعت أن تضرب مثالا عالميا رائدا في دعم وتنمية وقدرات وطموحات وإمكانات المرأة الإماراتية والانتقال بها للمراكز الأولى عالميا علما ومعرفة ومواكبة للتطورات. واستطاعت الشيخة فاطمة بهذا الدعم المتواصل أن ترفد التنمية في الدولة أو في دولة الإمارات بأجيال نسائية قوية وقادرة ومساهمة بشكل كبير في بناء نهضة دولة الإمارات. كما أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه لحجم المشاركة المجتمعية في ترشيح أوائل الإمارات والتي بلغت 137 ألف ترشيح خلال 15 يوما. وقال سموه إن حجم المشاركات في تكريم واختيار أوائل الإمارات أثبت للجميع بأننا شعب يعشق المراكز الأولى، والهدف الرئيسي من المبادرة تحقق عن طريقة قوة المشاركة من أبناء الإمارات في هذه المبادرة. وأضاف سموه قوة الاتحاد من قوة أبنائه، ومستقبل الاتحاد يعتمد على تفوق شعبه، وتميز أبناء الإمارات في كافة المجالات هو المفتاح لنجاحنا بين بقية الأمم. هدفنا من هذا التكريم هو إبراز النماذج والقدوات لأجيال الإمارات ليعرفوا أن الطريق للمركز الأول يتطلب صبرا واجتهادا ومثابرة وقوة عزيمة. وأكد أن الجميع لديهم فرصة ليكونوا من الأوائل، كل إنسان في داخله طاقة ومعجزة تظهر بالإرادة والعزيمة وتحقق له المركز الأول. وقال إن طموحات دولة الإمارات في تحقيق المراكز الأولى لن تتحقق إذا لم يكن كل شاب وشابة وكل وزارة ودائرة وكل مؤسسة وفريق عمل عندهم هذا الحب للمراكز الأولى. مستقبل الإمارات يصنعه أصحاب المراكز الأولى وأصحاب التميز والتفرد والابتكار. وقد كرم سموه 43 شخصية وطنية بمنحهم ميدالية أوائل الإمارات، إضافة لتخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي حكومي خاص بهم. وقد شمل التكريم الأوائل السابقين في مختلف المجالات والأوائل المنجزين من المخترعين وأصحاب الابتكارات والمبادرات. حضر الحفل معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. المعدل جينيا احمد
تأسيس أول نادي للروبوتات في الدولة. مخترع إماراتي حاصل على ميدالية وفضيتان. حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص في عام في لندن، وهي حاصلة على هولندا وألمانيا والتشيك. أول مصورة إماراتية. تلحق بالسلك الشرطي وتعد تفاحة أول عنصر نسائي. كما نشكر لكم حضوركم وتشريفكم.